آخر حاجة هنتكلم عليها في شيت G5 حاجة اسمها الـ Vertical Curve Design. عاوزين نبدأ نشوف إزاي أقدر أصمم طول الكيرف بتاعي وإيه هي الاشتراطات اللي لازم يحققها. وإنتوا خدتوا في المحاضرة إن إحنا عندنا طريقتين للتصميم، طريقة بتعتمد على الـ Equations وهتلاقوا كل المعادلات دي في صفحة 16 في الكتاب معاكم، وطريقة بتعتمد على الـ Design Tables وهتلاقوا كل التداول دي موجودة معاكم في صفحة 17 و18. الديفولت بتاعك إن إنت تستخدم الـ Equations في التصميم طالما ما قالكش انت تستخدم ديزاين تيبلز، لكن طالما قالك تستخدم ديزاين تيبلز ساعتها هتبدا تصمم طول الكيرف بتاعك باستخدام الجداول دي. بدل ما نقول كلام نظري كتير خلينا كده نشوف المسائل بتيجي ازاي ونطبق عليها الستبس اللي انتوا هتمشوا عليها، ونرجع في الاخر خالص نلخص الستبس دي بحيث نظبط نفسنا لما عندي مساله التصميم همشي ازاي وايه هي الستبس اللي انا هبدا بيها بالترتيب. مسألة رقم 4 عندنا في الشيت قال لنا إن إحنا عندنا كريست فيرتيكال كيرف بيربط بين نيرين الجريد الأولاني زائد 4% والجريد التاني سالب 2%، فآدي الجريد الأولاني اللي هو قالنا عليه الميل بتاعه زائد 4% وآدي الجريد التاني سالب 2% وهو ده الكريست فيرتيكال كيرف بتاعنا، وآدي الطول بتاعه اللي أنا عايز أصممه. طيب وقال لنا افترض إن الديزاين سبيد بتاع الطريق ده 100 كيلومتر في الساعة وعايزك تصمم الكيرف ده. عايزك تصممه يعني عايز منك تحسب طول الكيرف ده هيبقى بكام. فاول ستيب بنمشي عليها ان احنا بنجيب طول الكيرف اللي بيحقق لي السايد ديستانس اللي انا عايزها. طيب السايد ديستانس اللي انا عايزها طالما ما قاليش المساله ستوبينج ولا باسنج يبقى احنا قصدنا على الستوبينج سايد ديستانس. فاول حاجه هنا احنا بنفترض مثلا ان طول الكيرف بتاعنا هيكون اكبر من الستوبينج سايد ديستانس اللي احنا عاوزين نحققها، ونيجي ندخل على الايكويشنز طالما ما قالناش ان احنا بنصمم بالديزاين تيبلز. ندخل على صفحه 16 هتلاقوا ان دي المعادلات اللي انتوا بتشتغلوا عليها للكريست والساك. احنا مفترضين دلوقتي طالما احنا شغالين على الكريست فيرتيكال كيرفز افترضنا ان الاس بتاعتنا اللي هي السايد ديستانس اللي احنا عاوزين نحققها هتكون اقل من طول الكيرف بتاعنا. ممكن تفترض برضو العكس ان الاس اكبر من ال، كده كده احنا هنعمل تشيك على الاسامبشن ده. فاحنا افترضنا مثلا ان الاس هتكون اقل من ال، وبالتالي المعادله اللي احنا هنشتغل عليها عشان نجيب طول الكيرف بتاعنا اللي بيحقق لي سايد ديستانس بتاعتي هيكون اول معادله دي، لان احنا شغالين على الستوبينج سايد ديستانس. طيب وبالتالي ال بتساوي اي اس سكوير على 658. الاي عندنا هي الابسوليوت ديفرنس بين جي 1 وجي 2. اول حاجه جي 1 عندنا زائد 4% وجي 2 عندنا بسالب 2%، يبقى هنعوض كل واحده بالاشاره بتاعتها وناخد الابسوليوت ديفرنس هيطلع معاكم ب 6%. يبقى احنا جبنا الاي هنا ب 6% ناقص نجيب الاس، واحنا قلنا الاس طالما ما قالناش ايه هو اللي هنشتغل عليه يبقى هتكون الستوبينج سايد ديستانس. هتروح تجيب الستوبينج سايد ديستانس من الجدول اللي عندكم في الكتاب عند سرعه 110 ده هي جيفن عندنا في المساله، الستوبينج سايد ديستانس هيطلع 220 متر. طيب طلعنا الستوبينج سايد ديستانس 220 متر، نطلع هنا نعوض بيها فوق نعوض بالاي ب 6% هيطلع معاكم طول الكيرف ده ب 441.34 متر. طول الكيرف ده هل فعلا اكبر من الاس زي ما افترضنا؟ اه فعلا اكبر من الاس، وبالتالي يبقى الاسامبشن بتاعنا هيكون كوريكت. لو ما كانش طالع اكبر من الاس كنا هنرجع تاني نقول ان احنا هنفرض ان الاس اكبر من ال ونجيب طول الكيرف بتاعنا من المعادله الثانيه دي اللي هي بتحقق لي برضو الستوبينج سايد ديستانس، ان هو ما قاليش في المساله انهي سايد ديستانس بالظبط هو عايز يشتغل عليه. يبقى احنا اول ستيب عملناها ان احنا جبنا طول الكيرف بتاعنا اللي بيحقق لي السايد ديستانس. تاني ستيب بقى ان احنا نجيب حاجه اسمها الال مينيموم، وهتلاقوا ان الال مينيموم دي هي الماكسيموم من اللي احنا جبناه في الستيب اللي قبل دي والماكسيموم من اللي هنجيبه من الستيب دي. يعني دلوقتي هتدخلوا عند الكتاب صفحه 16 تدخلوا عند الكريست فيرتيكال كيرف وتجيبوا الال مينيموم بتاعها اللي هو 0.6 في. هنقول دلوقتي ان الال مينيموم هو الماكسيموم من القانون ده اللي هو 0.6 في الفي، والفي عندنا 110 فهيديك القانون ده 66 متر، والال بتاعت السايد ديستنس اللي احنا جبناها في الستاب اللي قبل دي، وبالتالي الماكسيموم من الاثنين دول فهنقول ان الال مينيموم هي 441.34 متر. اخر ستيب هنمشي عليها في المساله بتاعتنا ان احنا نبدا نقارن بين الال مينيموم والال ماكسيموم، والال ماكسيموم ده هو اللي بيضمن لي ان الميه هتتصرف بشكل كويس على الطريق بتاعي. يعني لو احنا زدنا عن الال ماكسيموم ده في احتمال ان الميه يحصل لها ركود على السطح وبالتالي ما تتصرفش بشكل كويس من على الطريق. طيب الال ماكسيموم ده هتجيبوه منين؟ هتجيبوه برضو من صفحه 16 في الكتاب
هندخل عند الكريست فيرتيكال كيرف فالال ماكسيمم يساوي 51 في الاي. يبقى احنا بنجيب الال ماكسيمم 51 في الاي، والاي كنا حاسبينها قبل كده ب 6%، يطلع معانا الطول ده 306 متر. طيب الال مينيمم احنا كنا حاسبينه ب 400 وشويه، ده طلع الال مينيمم يعني ازيد من الال ماكسيمم، وبالتالي في احتمال ان هو يحصل مشاكل في الدرينج. فاحنا طبعا برضو ما نقدرش نقل على الال مينيمم لان هو بيحقق لي سايد ديستنس وبالتالي سيفتي على الطريق. فهنقول ان احنا ناخد الال زي ما هي اللي هي 400 وشويه، ولكن لازم نعمل شويه اعتبارات خاصه بالدرينج. زي ما الدكتور مثلا قالت لكم في المحاضره، لو انا في منطقه اربن ممكن ازود دلاعات، لو انا في منطقه رورال ممكن اعمل اعمال صناعيه عشان اتاكد ان الميه هتتصرف بشكل كويس. يبقى كل اللي احنا عملناه في المساله دي هما ثلاث خطوات. اول خطوه جبنا الطول اللي بيحقق لي سايد ديستنس، بعد كده جبت الطول المينيمم اللي هو الماكسيمم من الاستاب الاولانيه والاستاب الثانيه، بعد كده عملت مقارنه بين الال مينيمم والال ماكسيمم. لو انا زدت عن الال ماكسيمم في احتمال يحصل ركود بالميه على سطح الطريق، وبالتالي بنقول ان ممكن نعمل شويه كونسيدريشنز ليها علاقه بالدرينج زي ما خدته في المحاضره. طيب لو الال مينيمم كانت اقل من الال ماكسيمم خلاص احنا ما عندناش اي مشاكل، هناخد الال زي ما هي برده من غير اي كونسيدريشنز ليها علاقه بالدرينج او حاجه. فكده دي المسألة رقم 4 عندنا في الشيت. تعالوا بقى نشوف اكزامبل ثاني. لو انا عندي ساج فيرتيكال كيرف، مسألة رقم 5 عندنا في الشيت، قال ان انا عايز اصمم ساج فيرتيكال كيرف يربط بين ميلين سالب 4% وزائد 2%. فادي اول جريد عندنا اللي هو سالب 4، وادي تاني جريد عندنا اللي هو زائد 2، وادي ساج فيرتيكال كيرف اللي بيربط بين الميلين دول. واحنا عاوزين عشان نصمم الكيرف ده ان احنا نعرف هو طول الكيرف ده هيبقى بكام. طيب طالما قالناش في المساله ان احنا نستخدم الديزاين تيبلز، يبقى احنا عارفين ان احنا هنستخدم المعادلات. وهو قال لنا ان احنا نفترض ان الديزاين سبيد بتاع الطريق ده 105 كيلومتر في الساعه. فاول ستيب كنا بنعملها عشان نستخدم المعادلات، يا اما نفرض ان الاس بتاعتنا اقل من ال، يا اما نفرض ان الاس اكبر من ال. فلو افترضنا مثلا ان الاس اقل من ال، لما نيجي ندخل على المعادلات اللي عندنا اللي في صفحه 16 هتلاقوا ان الساج اصلا مش بنصممه غير على الستوبنج سايد ديستنس. وبالتالي عند الافتراض بتاعنا ان الاس اقل من ال، هنلاقي ان مفيش غير معادله واحده بس، ان ال بتساوي اي اس سكوير على 120 زائد 3.5 اس. يبقى دي المعادله اللي احنا عاوزين نصمم بيها. محتاجين نجيب الاي ومحتاجين نجيب الاس. الاي عندنا هي الابسوليوت ديفرنس بين الجريد الاولاني والجريد الثاني. الجريد الاولاني عندنا بسالب 4 والجريد الثاني عندنا بزائد 2، يطلع الابسوليوت ديفرنس ده ب 6%. والاس ما عندناش غير ستوبنج سايد ديستنس في الساج فيرتيكال كيرف، هنروح نجيبها من الجدول اللي عندنا في الكتاب. عند سرعتين 100 و110 واخد الافريج بتاعهم عشان اجيب عند سرعه 105 كيلومتر في الساعه. يبقى احنا عشان نجيب الستوبنج سايد ديستنس هناخد الافريج بتاع الكونتين دول اللي هم عند سرعات 100 و110، يطلع معانا الستوبنج سايد ديستنس ب 202.5 متر. همسك الستوبنج سايد ديستنس وامسك قيمه الاي واعوض بيهم في الايكويشن اللي فوق دي، اطلع قيمه ال ال ب 296 وشويه. طيب قيمه ال ال دي هل فعلا طلعت اكبر من الستوبنج سايد ديستنس؟ ايوه فعلا طلعت اكبر منها، وبالتالي يبقى عندنا correct assumption، مش محتاجين ان احنا نرجع الافتراض التاني ان الاس اكبر من الال. يبقى اول ستيب كده احنا جبنا الطول اللي بيحقق لي السايد ديستنس بتاعتي. جبنا الطول اللي بيحقق لنا السايد ديستنس على الساج فيرتيكال كيرف. الستيب التانية اللي احنا نجيب الال مينيمم. هندخل عند المعادلات اللي عندنا في صفحة 16، هنلاقي ان الال مينيمم للساج فيرتيكال كيرف هو الماكسيمم من القانونين، الكون 6 في الفي والاي في سكوير على 395 اللي بيحقق لي الكونفورت على الساج فيرتيكال كيرف. وهندخل معاهم الطول بتاع السايد ديستنس اللي احنا حسبناه في ستيب رقم 1. يبقى عندنا الال مينيموم هو الماكسيمم من ثلاث قوانين، البوينت 6 في الفي، الفي عندنا هي السرعه التصميميه بتاع الطريق 105، اي في سكوير على 395، الفي عندنا ب 105 والاي كنا حسبناها ب 6%، وطول السايد ديستنس اللي احنا جبناه كان 296 وشويه. يبقى الال مينيموم من كل القوانين دي هيكون 296.88 متر. ثالث ستيب عندنا ان احنا نبدا نحسب الال ماكسيمم ونقارن الال مينيمم بيها. هندخل برضه في المعادلات اللي عندنا عند صفحه 16. الال ماكسيمم برضه بيوفر لي درينج كويس على الطريق عند ستاج فيرتيكال كيرف هو 51 في الاي. بعد كده هنقول ان الال ماكسيمم ده 51 في الاي هيطلع برضه ب 306 متر عشان عندنا نفس الاي
في المسألة اللي قبل كده، واحنا كنا جايبين ان ال L minimum من الستيب اللي قبل دي 296 بشوية، وبالتالي طالما ال L minimum اقل من ال L maximum يبقى انا سيف، وحتى كمان ما عنديش مشاكل في الدرينج، فمفيش اي داعي ان انا اعمل اي considerations ليها خاصة بالدرينج، وبالتالي طول الكيرف بتاعنا هيكون 296 بشوية متر. خلونا كده نلخص الستبس اللي احنا مشينا عليها. لو احنا عاوزين نصمم الفيرتيكال كيرف بتاعنا باستخدام الايكويشن، وقلنا ان كل الايكويشنز بتاعتنا هتلاقيها في صفحة 16 عندكم في الكتاب، وخلي بالكم ان الايكويشنز اللي تحت في الجدول دي هي نفس الايكويشنز اللي فوق، ولكن هو بدأ يعوض بقيم ارتفاع عين السواء اللي هو H1 وارتفاع الاوبجكت اللي هو عايز يشوفه اللي هو H2 على حسب هو بيحقق stopping side distance ولا passing side distance. ده بالنسبة للكريست فيرتيكال كيرف. بالنسبة للساج فيرتيكال كيرف فاحنا بنعوض بارتفاع الفانوس بتاع العربية اللي هو بينور بيها بالليل، والبيتا دي هي الانجل اللي الفانوس ده بيبدأ ينور بيها وهو ماشي على الطريق، عوض بيه من فوق، وبالتالي طلعنا الايكويشنز اللي شكلها مبسط دي. فانت عادي تقدر تستخدم الجدول ده على طول الايكويشنز اللي فيه طالما قيم ال H1 وال H2 وال H والبيتا ما اتغيرش. طيب احنا كنا بنعمل ايه؟ اول حاجة بنجيب الطول اللي بيحقق لي سايد ديستنس، فكنت بفترض ان ال S اقل من ال L او ال S اكبر من ال L، وكده كده هعمل تشيك على الاسامبشن ده، فاجيب بعد كده الطول اللي بيحقق لي سايد ديستنس. جبت الطول اللي بيحقق لي سايد ديستنس، ادخل على ستيب رقم 2 واجيب ال L minimum بتاع الكيرف بتاعي. كنا بندخل على المعادلات بتاعت ال L minimum سواء كريست ولا ساج، وناخد الماكسيمم من المعادلات دي من اللي احنا جبناه من الستيب الاولانية اللي هو بتاع السايد ديستنس، فيطلع معانا ان ال L minimum ده هو الماكسيمم من ال L بتاعت السايد ديستنس وال L minimum اللي احنا جايبينها من الستيب دي. وبعد كده امسك ال L minimum ده وابدا اقارنه بال L maximum بتاعنا، وعشان نجيب ال L maximum كنا بندخل برضو عند المعادلات اللي في صفحة 16، نجيب طول الماكسيمم سواء للكريست او للساج اللي بيحقق لي proper drainage على الطريق بتاعي. لو كان ال L minimum طلع اكبر من ال L maximum هناخد طبعا ال L minimum زي ما هو، ما ينفعش نقل عنه عشان السيفتي، ولكن بنعمل شوية تغيرات ليها علاقة بالدرينج. قلنا لو احنا في طريق اربن زي ما الدكتور قالت لكم في المحاضره ممكن نزود بلعات، ولو احنا في طريق رورال ممكن نعمل اعمال صناعيه تساعدني ان انا اتاكد ان المايه بتصرف بشكل كويس. ولو ال L minimum طلع اقل من ال L maximum يبقى احنا سيف، مفيش عندنا اي مشكله، وهناخد ان ال L بتساوي L minimum من غير اي اعتبارات خاصه بالدرينج. تعالوا بقى نشوف اكزامبلز ثانيه لو احنا عاوزين نصمم بقى بالديزاين تيبلز، بعد كده بنفس الطريقه نبدا نلخص الستبس اللي احنا مشينا عليها. اخر مساله عندنا في الشيت قالنا ان احنا نستخدم الديزاين تيبلز عشان نصمم الفيرتيكال كيرفز دي، واداني اكزامبل للكريست فيرتيكال كيرف واداني اكزامبل للساج فيرتيكال كيرف. فخلينا كده نبدا بكيس اي اللي هي بتتكلم على الكريست فيرتيكال كيرف. قال لنا ان احنا عندنا كريست فيرتيكال كيرف بيربط بين ميلين زائد نص في الميه وسالب 1%، وقال لنا ان نفترض ان السرعه التصميميه بتاعه الطريق هتكون 110 كيلومتر في الساعه، فاجي الجريد الاولاني بتاعنا زائد نص، وادي الجريد التاني سالب 1، وادي الكريست فيرتيكال كيرف بتاعنا اللي بينهم. وعشان نصمم الكيرف ده احنا عاوزين نجيب طول الكيرف بيساوي كام، وهو قال لنا نستخدم الديزاين تيبلز، يبقى احنا بالتالي مش هنستخدم المعادلات اللي احنا استخدمناها قبل كده. كل اللي هيفرق عن الستبس اللي احنا عملناها بتصميم الايكويشنز، اول ستيب عندنا هو ازاي بنجيب الطول بتاع الكيرف اللي بيحقق لي سايد ديستنس. فاول ستيب عشان نجيب الطول اللي بيحقق السايد ديستنس، في قانون كده انتوا خدتوه بيقول ان ال L بتساوي ال K في ال A، وامشوا معايا في الستبس وهنشرح في الاخر خالص في السكشن يعني ايه ال K ده. فدلوقتي عشان اجيب طول السايد ديستنس انا لازم اعرف المعادله دي ان ال L بتساوي ال K في ال A. ال A احنا عارفين ان هي الابسوليوت ديفرنس بين الجريد الاولاني والجريد التاني، الجريد الاولاني بزائد نص والجريد التاني بسالب 1، عوضت عن كل واحد بالاشاره بتاعته طلعت ال A عندي 1.5%. طيب وال K؟ الكي هو ده اللي بنبدا نجيبه من الجداول على حسب انا كريست فيرتيكال كيرف ولا ساج فيرتيكال كيرف، وفي نفس الوقت لو انا كريست انا عايز احقق ستوبنج سايد ديستنس ولا باسنج سايد ديستنس. فلو انت في المساله ما قالكش هتحقق اني سايد ديستنس، الديفولت بتاعك هو الستوبنج سايد ديستنس، وبالتالي هندخل عند الجدول بتاع الكريست فيرتيكال كيرف اللي بيحقق الستوبنج سايد ديستنس، وهتلاقوا الجدول ده في صفحه 17. هندخل عند السرعه بتاعتنا اللي هي 110 كم في الساعه، عند 110 هنلاقي ان قيمة الكي دي 74 متر. يبقى احنا هنطلع ان الكي 74، ونيجي نعوض في الايكويشن دي ان ال L بتساوي الكي في ال A، يطلع معانا طول الكيرف ده ب 111 متر.
يبقى انا كده في اول ستيب جبت طول اللي بيحقق لي السايد ديستنس بتاعتي اللي احنا افترضنا هتكون ستوبنج سايد ديستنس، لان هو ما قاليش اي حاجه في المساله. طيب تعالوا بقى نشوف الستيب اللي بعد كده. زي ما عملنا قبل كده، بعد ما بنجيب الطول اللي بيحقق لنا السايد ديستنس بتاعتنا بنبدا نجيب الال مينيمم، والال مينيمم هتلاقي ان هي بتساوي الماكسيمم من اللي جبناه في السايد ديستنس اللي هي الستيب الاولانيه من اللي احنا بنجيبه من المعادلات الال مينيمم اللي هي عندكم في صفحه 16. طالما احنا عندنا كريست فيرتيكال كيرف يبقى الال هيساوي 0.6 في البي، يبقى الال مينيمم بتاعنا هو الماكسيمم من 0.6 في البي اللي هو 0.6 في 110 اللي هي السرعه التصميميه بتاعت الطريق بتاعنا، هيطلع ب 66 متر. والال سايد ديستنس كنا جبناها من الاستاب اللي قبل دي ب 111 متر، يبقى الماكسيمم من الاثنين دول 111 متر. بعد ما كنا بنجيب الال مينيمم كنا بنقارن بين الال مينيمم والال ماكسيمم بتاعنا، والال ماكسيمم برضه هنجيب من المعادلات اللي عندنا في صفحه 16 عند الكريست فيرتيكال كيرف الال اللي بيحقق لي بروبر درينج على الطريق 51 في الاي، واحنا كنا جايبين الاي ب 1.5%، نيجي نعوض هنا ونقول ان الال ماكسيمم هيساوي 51.5 يطلع ب 76.5 متر. واحنا كنا مطلعين ان الال مينيمم عندنا ب 111 متر، لما نقارن بين الاثنين دول هنلاقي ان ال n minimum اكبر من ال l maximum، وبالتالي ما ينفعش نقل على ال n minimum عشان السيفتي، هناخدها زي ما هي، ولكن هنقول له ان احنا لازم نعمل special consideration للدرينج عشان نتاكد ان الميه هتتصرف بشكل كويس. تعالوا بقى نبدا نحل كيس دي اللي هي بتتكلم عن التصميم بتاع stack vertical curve باستخدام ال design table. قال لي ان انا عندي stack vertical curve بيربط بين ميلين في 0.7 وزائد نص، وان السرعة التصميمية بتاعت الطريق ده برضه 110 كم في الساعة. فآدي أول جريد عندنا اللي هو سالب 0.7، وآدي تاني جريد عندنا اللي هو زائد نص، وآدي الستاج فيرتيكال كيرف اللي بيربط بين الميلين دول. وعشان نصمم الكيرف ده فاحنا عاوزين نعرف هو طول الكيرف ده هيكون بكام. فهنمشي بنفس الستبس اللي احنا عملناها في كيس A، وأول حاجة عشان نجيب الطول اللي بيحقق لي السايد ديستنس كنا بنقول إن ال L بتساوي ال K في ال A، وال A دي هي الـ absolute difference بين الجريد الأولاني والجريد التاني. الجريد الأولاني سالب 0.7 والجريد التاني زائد نص، يطلع معانا ال A ده 1.2%. طيب وال K هندخل عند الجدول بتاع الستاج فيرتيكال كيرف اللي بيحقق لي الستوبنج سايد ديستنس، وده هتلاقوه عندكم في بيج 17 أو 18. وزي ما قلنا قبل كده إن الستاج فيرتيكال كيرف مش بنصممه غير على الستوبنج سايد ديستنس عكس الكريست فيرتيكال كيرف، في عندنا احتمالين. طيب دخلنا عند التيبل بتاع الستاج فيرتيكال كيرف اللي بيحقق لي الستوبنج سايد ديستنس، هندخل عند السرعة التصميمية بتاعتنا اللي هي 110، ونطلع القيمة بتاعة ال K طلعت ب 55 متر. نروح نعوض في القانون بتاعنا ان ال L بتساوي ال K في ال A، 55 في 1.2 يطلع معايا في طول الكيرف اللي بيحقق الستوبنج سايد ديستنس 66 متر. جبنا طول الكيرف اللي بيحقق لي السايد ديستنس او الستوبنج سايد ديستنس في الكيس بتاعت الستاج فيرتيكال كيرف، يبقى تاني ستيب اللي احنا نجيب ال L مينيموم. فاحنا قلنا ان ال L مينيموم بيبقى الماكسيموم اللي احنا جبناها في الستيب الاولانيه، ومن القوانين اللي عندنا في الكتاب في بيج 16 عند الستاج فيرتيكال كيرف في عندنا قانونين، في 0.6 في الدي اللي هو المينيمم لينكس، والاي بي سكوير على 365 او 395 اللي هو بيحقق لي الكومفورت على الستاج فيرتيكال كيرف. يطلع معانا ان الال مينيمم هو الماكسيمم من ثلاث قوانين، 0.6 بي اللي في عندنا ب 110 كم في الساعه، اي بي سكوير على 395، والاي عندنا 1.2 اللي في ب 110، يطلع معاكم الطول ده ب 36 وشويه، وطول السايد ديستنس اللي احنا جبناه من الستيب رقم واحد كان ب 66 متر، يبقى الال مينيمم من كل دول هيكون هو 66 متر. جبنا الطول المينيمم، يبقى اخر ستيب عندنا ان احنا نعمل تشيك على طول المينيمم ده مقارنه بالال ماكسيمم. الال ماكسيمم بنجيبها بالقوانين اللي عندنا في الكتاب في صفحه 16 عند الستاج فيرتيكال كيرف، الال اللي بيحقق لي بروبر درينج على الطريق 51 في الاي، يطلع معانا الال ماكسيمم ده عند اي 1.2 61.2 متر. والال مينيمم كنا جايبينه ب 66 متر، طلع ال L minimum أكبر من ال L maximum، فهناخد ال L minimum زي ما هو عشان السيفتي، ولكن هنعمل شوية consideration ليها علاقة بالدرينج. تعالوا كده برضه نلخص الستبس اللي احنا مشينا عليها عشان نصمم ال vertical curve بتاعنا باستخدام ال design table. انتوا هتلاقوا كل ال design tables عندكم في جدول
في بيج ار تي 17 و18 في عندنا جدول بيجيب الكي بتاعت الكريست فيرتيكال كيرف اللي بتحقق لي الاستوكيك سايد ديستنس، جدول بيجيب الكي بتاعت الكريست فيرتيكال كيرف اللي بتحقق لي الباسنج سايد ديستنس، ما عندناش غير جدول واحد بس للساج فيرتيكال كيرف اللي هو بيديني الكي اللي بتحقق لي الاستوكيك سايد ديستنس. وكنا اول استيب عندنا بنجيب الطول اللي بيحقق لي السايد ديستنس بتاعي، فكنا بنقول ان الاريا بتساوي كي في الاي، نطلع الطول بتاع السايد ديستنس بتاعنا. بعد كده نروح نجيب في ستيب رقم 2 الال مينيمم، كنا بنجيب الال مينيمم من المعدات اللي عندنا في الكتاب صفحه 16 على حسب انت كريست وغساج، ونقول في الاخر ان الال مينيمم دي هي الماكسيمم من الال بتاعت السايد ديستنس او اللي بتحقق لي السايد ديستنس، والال مينيمم اللي احنا جبناها في ستيب رقم 2. بعد كده ناخد الال مينيمم دي ونروح نقارنها بالال ماكسيمم، وعشان نجيب الال ماكسيمم ده كنا بندخل عند المعادلات اللي عندنا برضه في صفحه 16 على حسب انت كريست ونساك، تطلع الطول الماكسيمم اللي هو بيحقق لك البروبر درينج وتقارن الال مينيمم دي. لو طلع الال مينيمم اكبر من الال ماكسيمم هناخد الال مينيمم زي ما هي عشان السيفتي، ولكن بنعمل شويه كونسيدريشنز ليها علاقه بالدرينج. ولو الال مينيمم طلع اقل من الال ماكسيمم يبقى انت كده سيف وهتاخد الال بتساوي الال مينيمم. اخر مساله عندنا في الشيت، لما كنا بنصمم باستخدام الديزاين تيبلز كنا بنقول ان الال بتساوي الكي في الاي، عاوزين نشوف هو ايه الكي ده. وخلينا ناخد اكزامبل كده، لو انا عندي كريست فيرتيكال كيرف بيربط بالميلين، اول ميل عندنا هو زائد 1.5% وتاني ميل عندنا هو سالب 1%، وده الكريست فيرتيكال كيرف اللي بيربط بينهم، وده هو طول الكيرف اللي احنا بنصممه. دلوقتي الكود بيعرف الكي دي ان هي الطول اللي على الكيرف اللي بيقابل تغير في الجريد بمقدار 1%. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لو مشيت مسافة من نقطة بداية الكيرف والمسافة دي وديتك نقطة على الكيرف، جيت خدت المماس عند النقطة دي مثلا طلع بزائد 0.5%، كده الفرق بين الجريد الاولاني والجريد عند النقطة دي 1%، يبقى الطول اللي انت مشيته على الكيرف ده بنسميه الكي. يبقى تاني الكود بيعرف الكي ان هي الطول اللي على الكيرف اللي بيقابل تغير في الجريد مقدار 1%. يعني احنا بنقول ان الكي ده بيقابل 1% تغير في الجريد. طيب لو انا عايز اعرف طول الكيرف، مش انا محتاج اعرف التغير الكلي اللي حصل في الجريد بين الجريد الاولاني والجريد التاني اللي احنا كنا بنسميه ال A. يبقى ال L بتاعنا او طول الكيرف بتاعنا ده بيقابل تغير في الجريد مقدار ال A اللي هو التوتال تشينج في الجريد بتاعنا من نقطة بداية الكيرف لنقطة نهاية الكيرف. لو ضربت الطرفين في وسطين يطلع معاك المعادلة اللي احنا بنقول عليها ان ال L بتساوي ال K في ال A. ده كده اخر حاجة عندنا في سكشن B5. شكرا يا باشمهندسين.